وجه منع رسم الفرحة عليه. قصة فتاة صغيرة فقدت والدتها ليحكم عليها القدر البقاء مع أبيها وزوجة أبيها. وبدأت القصة، وهي ليست بقصة سندريلا أو بياض الثلج، وإنما قصة فتاة ليبية صغيرة بريئة كويت بالنار وضربت ضربا مبرحا لا يتحمله أقوى الدواب دون رحمة. اعتادت على حصة التعذيب اليومي، وعندما سئلت من الذي قام بضربك فأجابت: اسمي ليلى. ليلى، من وين أنت يا ليلى؟ من حيار شمل. تمام ليلى، احكي لنا أنت يعني شن اللي خلاك أنت بالحالة هي بالضبط؟ من اللي يضرب فيك؟ من اللي يضرب فيك يا ليلى؟ من اللي يضرب فيك؟ من اللي يعذب فيك؟ بوي. بوي بلاش يضرب فيك، بوك يعذب فيك زي ده. لا زمان قطفني ولا بتل فراش دي خيتي. ليش يعني كتفك بتل؟ علاش يعني كتفك بتل بالراش؟ وليش يعامل فيك زي المعاملة؟ غمط لي فمي بال قتانة. ولا طب انت بوك دار فيك يعني شن تبي؟ ما يضرب فيك يعني مغير بوك انت؟ ما يضرب فيك داداي. دادها اللي هي مرت بها. ايه انا درت له شيء. وصل كيف يعني بوي يدير في بنته هيك؟ كيف يعني؟ هذه مش انسانيه، ما فيش انسانيه بوك. هل واجهتكم هذه الحالات يعني؟ اول مره في حياتي. قصدي مربوطه بسناسر متعذبه، فيش واحد يعني لما يشوف ما يعرفش اللي يقول جديات. انتم ككادر طب هنا، هل يعني بتشوفوا في امر هذه البنت بتعانوها وبتكون معها؟ اكيد اكيد، الليبيه زينا زيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم انا شيء يؤسفني، يعني شفت الحاله توا جابوها لنا هنا في المستشفى، يعني ما في شيء كلمات باش نعبر بها لاني شفت اللي قدامي صراحه. يعني هذا ماهوش مش حيكون اب يعني، ويعني قالوا لنا متزوج 3 جوزات، والله يعلم بحال الصغار اللي معاه تاني. هذا ما مازال عندها اختها، حتى هي مريضه تشكي تقول عندي اختي حتى هي معاه يعاقب فيها. فاحنا ان شاء الله بنتخذوا الاجراء وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. قيدت ساقاها الصغيرة بقفل ضخم وسلسلة لا تربط بها حتى أعناق الكلاب. ضربت وحرمت حتى من أن تقول آه. شوهت تماما في أنحاء كثيرة من جسمها. جوعت وعرفت معنى قرص الجوع في صغر سنها. بردت وعرفت أن مصدر دفئها كان أمها التي ماتت، وأن عطف وحنان الأب هو أسطورة في القصص الخيالية لا تعرف معناها في حياتها. انطفأت مصابيح قلبها وانكسرت لأن والدها لا يملك قلب. وكان لزاما علي أن أذكر الآية الكريمة والتي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه الفتاة تسأل أبيها بأي ذنب عذبت. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه حالة ليلى، هذا التقرير طبعا اللي قمنا بعرضه في الأسبوع الماضي. زي ما ذكرت في الأسبوع الماضي بعد عرض التقرير بأن والدتها مش متوفية، بالعكس والدتها موجودة على قيد الحياة، لأنها أسست بيت تاني، تزوجت من رجل آخر، وما من يوم ما تزوجت ما سألتش على بناتها اللي طبعا موجودين مع والدهم، واللي والدهم قام بإدخال عليهم أكثر من مرت أب، يعني بالتوالي مرت أب ثم طلقت مرت أب لعند طبعا ما وصلوا للحالة
الحالة اللي وصلوا فيها الآن. طبعا في الاستوديو معنا ليلى، ويلا كلكم رحبوا بها ليلى. نقول لك ألو، نقول لك ألو. صباح الخير ليلى، كيف حالك؟ كيف حالك؟ حالك باهي. طبعا شفتوا مشاهدينا حال ليلى حاليا وحالها في التقرير، يعني كيف كانت ليلى وكيف اصبحت. الحمد لله رب العالمين. طبعا اكيد مدام شاديه، ليلى موجوده عند مدام شاديه ومهتمه بها من الحمد لله رب العالمين. وطبعا اكيد مشكورة. طيب احنا هنعود لموضوع ليلى، هي موضوعنا الاساسي. طبعا من الحلقة اللي فاتت صارت ضجة كبيرة، صار جدل كبير في الشارع الليبي، شخصيات اتصلوا بينا شخصيا، وزارة الصحة طبعا اكيد نوجه لها الشكر، اتصلوا بينا وزارة الصحة واكيد عرضوا خدماتهم وعرضوا ايضا زي ما اي شيء ممكن تحتاجها ليلى في قضيتها. فطبعا نوجه لهم شكر، اكيد نوجه شكر لوزارة الصحة، ولو احتاجنا اي شيء كده هنخلوهم يتواصلوا معكم مدام شادية. موضوع ليلى قبل ما نتكلموا فيه لازم ان احنا نقوموا او نستقبلوا مداخله وكيل النيابه القائم بالتحقيق في هذه القضيه ونقولوا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ، عرفني بحضرتك استاذي. انا الاستاذ بحمير الطاهر وكيل نيابه قصر المشير. اهلا وسهلا بك استاذ. بيك اكثر ان شاء الله. طيب موضوع ليلى، قضيه ليلى طبعا اعتبرها من قضايا العنف الشديد اللي شفناها، بنعرفوا بس مجريات القضيه عندكم انتم في النيابه العامه. يعني بدايه نحيي برنامجكم، البدايه نحيي برنامجكم ونحيي جميع المشاهدين، ونحب نطمن المجني عليها ليلى ونقولها ان التحقيقات جاريه لدى النيابه العامه والموضوع محل متابعه شخصيه من قبل مدير النيابه ومن قبل رئيس النيابه. وطبعا بالنسبه لتفاصيل القضيه، انت تعلمين اختي العزيزه ان التحقيقات والتحقيق الابتدائي هو تحقيق سري، لا نستطيع البوح بنتائج التحقيق. نحن قمنا بعرض المجني عليه على الطبيب الشرعي وفي انتظار ورود تقرير، وسوف يتم تقديم طيب المتهم الى استاذي. طبعا احنا هي القضيه قضيه ليلى حاليا تعتبر قضيه راي عام بصراحه، وكل الليبيين يطالبوا باخذ القصاص من اللي دار في ليلى العمايل هذه. احنا بنعرف تو حاليا والدها وشقيقها، هل تم الافراج عنهم؟ بما احنا سمعنا ان تم الافراج عنهم، يعني ما نعرفش، نبي نتاكد منك، هل فعلا تم الافراج عنهم ام هم ما زال موجودين في الحبس الاحتياطي؟ أختي العزيزة، أن موضوع الإفراج عنهم من عدمه هو خبر عاري عن الصحة، بل أن المتهم لازال رهن الحبس الاحتياطي. تم الإفراج عليه وتم الطعن من قبل النيابة العامة ولازال موضوع بالسجن. طيب أستاذ الفاضل، قاضي التمديد لما قام بالإفراج عليه، على أي أساس قام بالإفراج عليه؟ هي الحالة ما زالت موجودة يعني، وما زالت يا دوب بدأت تتعافى من أثار الضرب التالي. هذا السؤال أختي العزيزة يمكن طرحه على من قام بالإفراج وليس نحن من قام بالإفراج. طبعا بصفتك أنت وكيل نيابة قائم بالقضية طرحت عليك سؤالي، على أي أساس قام قاضي التمديد بالإفراج عنه؟ يعني نعرف أن النيابة العامة استأنفت قرار الإفراج أكيد يعني. بالضبط. نعم. يعني انا لا اريد الخوض في تفاصيل الافراج من عدمه الى غير ذلك، هذه قناعات تختلف من زملاء من زميل الى اخر. ونحب نطمن ان احنا محل متابعه زي ما ذكرت قبل قليل، وان شاء الله يعني سيتم تقديم المتهم الى المحاكمه في اقرب وقت ممكن. طيب. ان شاء الله حابه نسالك على زوجه الاب، هنا هي المفروض ان هي متهمه ايضا يعني شريكه في الفعل حسب ما احنا. قد تم اتخاذ بعض الاجراءات ونحن في انتظار اخبارها للنيابه لاجل التحقيق معها باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب وشقيقها نظام؟ والله بالنسبه لشقيقها زي ما ذكرت لك، انا ما نبيش ندخل في تفاصيل. طيب. التحقيقات، وان شاء الله في اسرع وقت لما نتم ونستوفوا التحقيق بالقضيه. طيب. سوف نلم بها من جميع الجوانب ونقدمها للمحاكمه ان شاء الله. طيب ما فيش اي اضافه اخرى استاذي تحب انك انت توضحها لنا؟ والله نحب نطمن النجني عليها واختها، ونحب نشكر جمعيه الـ 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 الامل او امل الوطن. نعم امل الوطن، لا اذكر اسمها بالتحديد باعتبار ان هي تابعت الموضوع من البدايه يعني. نعم شكرا جزيلا لك استاذي، وان شاء الله ربي يعاونكم ان حق ليلى وشقيقتها يتم اخذها عن طريقكم انتم في الاخير، يعني اولاد بلاد الليبيين وتهمكم اكيد ليلى واللي زي ليلى. شكرا جزيلا لك.
شكرا. طيب طبعا احنا معانا بس المشاهدين الكرام، حابه نقول لكم انه شقيقه ليلى نهى اللي احنا طبعا عرجنا عليها في الاسبوع الماضي بالحديث موجوده معانا حاليا في الاستوديو. حابه نسالها حاليا، بس نعتذروا ان احنا ما نقدروش ان نبينوها يعني كشخص، بس نكتفوا انه موجوده معانا ونكتفيوا بصوتها. اهلا يا نهى، كيف حالك؟ اهلا. نعم طبعا احنا عرفنا انك انت طبعا قبل ما تكتشف مدام شادية حالة شقيقتك ليلى، طبعا انت كنت موجودة عندها في منظمة او جمعية امل الوطن، وحكيتي انك انت تعرضتي للتعذيب والعنف من قبل والدك وزوجته. احكي لنا يا نهى. والله اول حاجة انا السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا نهى تقدري تحكي انه هالقصة اللي حكيتيها للمشاهدين يسمعوا ودول الاختصاص يسمع طبعا. هيك اختي بعتتني ومرت بوي ما هناش طلعت، طبعا ما عناش طمين. بعتتني اختي نورا قالت لي بري جيبي حقة طماطم، مشيت بحسنية سألت خوها خو مرت بوي. مشيتي وين بتجيب حقة طماطم من وين؟ بحتى اخي في حوشم. حوش مرت بو؟ ايوه خوها. سألت قلت له مبروكة قاعدة؟ قال لي ايه قاعدة. قال لي تفضلي خشي. قلت له لا لا صحيت بارك الله فيك. طبحت يا مبروكة يا مبروكة، بعدت لفتت روحت. صار اللي صار طبعا. ايه لما روحتي مين كان موجود؟ شقيق مرت بو. اعتدي عليها في ديك اللحظة يعني اغتصبت. ما كانش في حد؟ ما كانش صراحة لا لا ما في حد. لا لا ما جاها حد، ما فيش، ما استغلتيش باي حد. لا لا حد. بعدها لما روحت الحوش شو حكيت له بالتفاصيل اختي نورا، قالت لي استني لتجي مرت بوك. وبعدها يحكي له قلت له قلت له واحد اثنين ثلاثة مرت بوي. قالت لي لا قدام انت مش خوي اعتي عليك. وقالت لي انت ماشي لواحد ثاني وكي انا ضربتني علقتني في الروشن فوق. يعني انت جيتي تطلب الانصاف منها؟ ضربتني وحتى ابوي ضربني قلبي يقتلني بوي. بيسمع كلام منها يسمع، ورغم انه هو الفاعل الحقيقي كان شقيق مرتبو. ايه بعتالي ضربني جاب لي البالة قبل بيقتلني. بشي بعتها هيك تاني يوم طلعت هربت من الحوش مشيت المركز قصب غشية. مشيت المركز قصب غشية؟ ايوه. حكيت لهم التفاصيل وقلت لهم ما نبيش نروح انا. بعتها يرفعوني طبيب الشارع يكشفوا علي. فبالتالي حطوني في بيت اجتماعي اللي هو حاليا موجوده فيه عند مدام شاديه. لا البيت الاجتماعي لا في تجوره. في تجوره قعدت سنه هي، انظلمت واعتدوا عليها. يعني الحاله الواقع ما اخذولهاش حقها ومشت للمركز بروحها وقعدت سنه. وما بعد السنه لما طلعت في طلعت ما لقيتش مأوى طبعا، ما استقبلهاش في الحوش. يعني مأساة بصراحة. طيب يعني فيها البنات. طبعا هذا بيت الأحداث. بيت الأحداث أنا. يعني هي تعرضت حتى للنيابة وتم سجنها. ايه سجنها. وقالت في التحقيقات ان فلان ملقوش من يحطها طبعا هو هذا. ايه. بس نهى في التحقيقات قلتي ان فلان هو اللي اعتدى علي. ايه. بعد ذلك ما تم شقاء القبض عليه ولا حتى تحقيق معه. للأسف. تعاقبتي انت بس وشلت الحمل. لا هيك يا اخي ما هذاك تو صغيرة ما حكموش علي. حطوني سنة. ايوه. 13 سنة لعمر. قعدت سنة في البيت الاجتماعي اللي هو أيوة الأحداث. أيوة. طيب بعد ما طلعتي من الأحداث ما فكرتيش تمشي لبيتكم؟ لا لا. من روح بيا أبوي، روح بيا أبوي. الأب روح بيه. يعني والدك عنده علم أنك أنت سجنتي؟ إيه. كان يزور فيكي طيب؟ لا لا. سنة كاملة في السجن ما حد نظرك؟ مش يعني حد. طيب والدتك ما عيش بنسألك على والدتك. والدتك من يوم ما طلقت من ابوك يعني ما حاولتيش تقولي امي؟ يعني مرات نقعد زوبنا بالنفس. لا لا لما طلقت خلتني انا صغيره. مش حاسه بامك يعني انت ما تعرفيش اصلا شنو هي الام؟ والله ايش ما اقول لك. صح نحبها الحق. نحبها امي لكن الله غالب. هي الحق ما تبيش نازل علينا لكن اخواتها. غصب بالسيف لا لا مشيت لها مره واحده بس. كانت امتى اخر مره؟ الله يرفعني اختي الكبيره نسري رفعتني وانا ونورا. قبل ما تنسجني ولا بعد؟ لا مشينا هدرجنا عليها بعدين قالت لي امي بركز كس الشيبان شنو يقول.
قلت لها شن حالك يا شيباني شكتي؟ شيباني اللي هو رجل امك. ايوه. قال لي انتم جايين بتباتوا ولا بتدرسوا؟ قلت لها من هدرسوا. قال لك هيك، قلت لها مش بيتي را من هدرسوا من روحوا. قال لك تبقى امكم روحوا بها، كاتبوا امكم روحوا بها. أيوة. يعني هم بيخربوا لها بيتها، فالافضل انه يخلوا امهم هذا وروحهم. يعني انت امك مغلوب علي امرها؟ اكيد مغلوب على امرها، كانت من والدك وبعدين غلبت على امرها من زوجها اللي أيوة. حاليا شو حابه تقولي لامك؟ طيب يمكن نشوف فيكم تا. والله نقولها سامحيني يا امي، ما تبيش تقولي كلمه ثانيه؟ مشتاقتي لك، مشتاقتي. والله صح، استحشت قلب الحق، ربي يكون في عونها ان شاء الله. طيب كلمه والدي بوي تعني لك حاجه؟ لما هيك تقولي بوي، احنا بلهجتنا نقول بوي، تعني لك حاجه الكلمه دي؟ والله ان شاء الله يا ربي يفرج عليه، ان شاء الله ربي يسامحها. بس يعني انت مسامحتي؟ ايه ان شاء الله سامحتي ان شاء الله. يعني تو هو يشوف فيك يقولك يعني يا بابا مسامحاتك انك انت ظلمتني، مسامحاتك انك انت كذبتني وقفت مع مرت خو مع مرتك والشخص اللي ظلمني، مسامحاتك يا ابوي انك انت جيت بتقتلني، مسامحاتك انك انت ما عدلتش عليا ولا دورتني وانا طول ما موجوده سجن الاحداث، مسامحاتك يوم ما سلمتني وطلعت وخلتني عند منظمه الامل الوطن 6 شهور ما سالتش عليا. لا هي 7 سنوات على علمنا، 7 سنوات ما يعلموش بها ميته ولا حيه. مسامحاتك انك انت ما تدريش عليا حيه ولا ميته، سامحتي على كل هذا؟ سامحاتك انك انت كنت تعدي فيها لسه ما جيتش، ما جيتش الحق، ما جيتش لابوه زي الناس ولا ام زي الناس الحق. يعني لما جابتني امي الحق والله ما حبيت الحق، والله ما نكذب. ما حبيتش من ابوك ولا امك؟ لا ما حبيتش ابوي الحق لما جابتني امي. ما عملهمش كويس، ما حنش عليهم. طيب ليلى، طبعا المره اللي فاتت قلت لك شنو امنيتك؟ الناس اللي ما شافوش الحلقه اللي فاتت حابين يسمعوا توا، شنو امنيتك انت قلتي؟ لا لما تصحي انتظري لما تصحي. لما تصحي شنو قلتي انت امنيتك لما تصحي شنو؟ من بتضربي؟ دادا. دادا اللي هي اللي هي مرت بابا. مرت بوك. يعني طبعا من كل قلبي نتمنى اي حد عنده أنا نقولها لا تتحقق بصراحه، فاذا كانت هذه امنيه ليلى فاتمنى انها تتحقق بالذات هي. طبعا انا معلش يسامحوني حتى المشاهدين اني طيب. وضحت صباح المره اللي فاتت ملتهب، ما قدرتش نقص لها بالقلامه لاني قصيت الظفر هذا، ف ايه وجعها طبعا ملتهب كيف بادي يبرى الحمد لله. هذا كيف داروه لك؟ كيف عتبوك؟ شنو داروا لك؟ هذا ملتهب صباحها هذا بشنو ليلى؟ بشنو ليلى؟ وهذا ايه بشنو شدوا ضربوكي بشنو؟ بالشتة. بالشتة؟ لا 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 ولا بال لا. هيك هي ممكن ممكن من تالي هيك ممكن حاجة باش ما تمسش الحاجة. ملح تحط لها في الملح. تشرح فيك والدم ينزل تحط لك الملح باش انا هيك معناها ايه فهي بدت تتحرك في دهها تردري هيك بدت تتحرك في ده كويس حتى ايه خطوتها ما شاء الله ايه خطوتها كويسه ودير في رياضه صباحيه ومسائيه. طيب الحمد لله. الو الو استاذ عادل، الو ما فيش مكالمه. طيب طبعا الاتصالات من الجمعه اللي فاتت ناس كثيره شاديه طبعا سمعت بموضوع ليلى اللي شافوا قالوا، اللي ما شافوش اللي ما شافوش بدو يتصلوا بينا في اذاعه ليبيا طبعا عندنا حالات ثانيه احنا شو اجتماعيه يبوا يتعاونوا معنا مرحبتين واحنا نمشوا لعندهم غادي ونبوا نتكلموا معاهم ونبوا احنا مجتمع مدني دورنا ان احنا نشتغلوا هذه بلادنا وليبيا ونعرفوا الليبيين كنا احنان في بعضنا. اي نتمنى انه انتم مؤسسات المجتمع المدني ايه توضحوا لنا الحاله ايه هذه باش الوزارات اكيد اكيد هذا تكلمت كذا مره انا طبعا عن طريق ليبيا الوطنيه وراديو الاجيال وراديو جوهره وراديو الجهه الغربيه طبعا جنزور، نوهت كذا مره ان يعني احنا المجتمع المدني الغايه والغرض متاعنا ان احنا نشتغلوا على الحالات هذه ونساعدوا الحكومه اللي ما عندهاش علم. طبعا زي ما قلت استاذه الدكتور علي زيدان ولا الاستاذ محمد المقريف ما بيطقطق على كل الحوش وبيعرف الحالات، ولكن احنا كمجتمع مدني نبوا نساعدوهم طيب. نوروا لهم نطلعوا على الميدان نسهلوا لهم الوضع. الحاله هذه صارت من النظام السابق من 7 سنوات أكيد. طيب ليش ما قلناش خلينا النظام السابق ما طلعش وتكلم وكله كذا؟ انا مش ندافع على الحكومه أكيد. لكن المنطق منطق ولكن طيب. ما يعني حتى شقيقهم كانت تعاني منا، هي تكلمت كذا مره، احنا طبعا سامحونا اخواننا المشاهدين
ولكن الكلام هذا بنياتنا لما تجي البنية لمنظمة وتشكي وتتكلم يعني لدرجة نهى مشت للمركز أكيد عندها محضر في مركز باب بنغشير ولا القصر بنغشير أسفة، فعندها محضر فمفروض ينحسوا بها البنية. أي منظمة حقوق إنسان أي مركز، أنا قلت لهم حتى في الليل الكثير من اتصالات يقولوا البنية لقيناها في الليل في ساعة متأخرة ما عندهاش وين تبات، البنية هاربة من حوشهم يعني مش مرتكبة جرم، ولكن تكلمنا وأعطيت رقم التليفون متاعنا، أي بنت تكون في نقطة قريبة في مكتب دوار في مكتب في مركز شرطة يتصلوا ويجيبوها يعني، ونحاولوا احنا كيف نستلموها ونسمعوا منها. يعني البنيات يبدو متضررات كيف ما طلعت نهى من حوشهم ومشت للمركز، يعني حسيتها ما درتش حاجه خطا نهى حاست بالمأساة وضربوها وعلقوها في الروشن، فقالت نمشي لرجال الشرطه، مشت لرجال الشرطه وفتحت محضر وتحولت بالمحضر للنيابه، تحولت بالمحضر للنيابه لانها رفضت تروح للحوش، لان نهى مفروض تكمل قصتها وتقول خوها شو كان يدير. طيب نكملوا مع نهى معنا، معلش يسامحونا لكن المفروض الحقيقه هيك تبان ويقدروا يسالوا نهى ويقدروا يتفضلوا للمنظمه ويسمعوا منها. طيب احنا بدل ما نتعبوهم يمشوا للمنظمه ويسمعوا من نهى، نحاولوا ان نهى توصل باقي قصتها حاليا عبر اذاعه ليبيا الوطنيه. كملي نهى. هيك كيف مخش مندوج حلت طاقتي، سمعت الباب افتح قبل اخوي يشرب، ايش هو طبعا يشرب وكل شيء ايوه طبعا تربى تديره بالباب الحمام حشاكم برجله ايوه قال لي المحواجه، قلت لا لا، اعطاني الطريحه، بعد الطريحه فلتك لي منه مشات لي عماتي، قلت له بيت عماتك كان قريب لبيتكم؟ ايه قريب من حكيت لهم بالتفاصيل، قالوا لي روحي نودي روحي، يعني ما صدقوش حتى عماتك. آه. في خلل في العلب كاملها، في خلل في العلب الكامل، شنو السبب ما نعرفش. طيب الناس يسالوا وعندهم الحق يسال، يقول لك وين اعمامكم وين قبيلتكم؟ والله اصلا لو سمحتي من زليطن. مين؟ من زليطن. من زليطن. طيب زليطن الناس دمها حار، الاصل فقط، الاصل فصل ما يمشيش لزليطن، لكن الاصل بس. من يومكم ما شفتوش زليطن مقيمين في القصر؟ في القصر. القصر. طيب يعني اخوانكم وين؟ ما عندكش انت ممكن والله ثلاثة اخواتي زوجتهم اللي مسار ومرت كويتات اخوال اخوال اهل اخوال لا لا عنا ربي بس امك اصلا يكرهونا اصلا يكرهونا ليه ما تقوليش يكرهونا في سبب لنا ممكن عن طريق والدكم ما يحبوش بوي مامكم ما يحبوش بوي جيراننا اللي بحتانا ما يحبوش بوي يقولوا لنا امتى بتهجوا تطلعوا من المنطقة هذه يعني حتى الجيران ما يحبوش زوجة ابوك يقول لكم امتى بتهجوا الاب ايوه يقول انت بتهزه ايوه طيب شو تتمني انت بصراحه هيك لو تو حاليا بنقول لك الامنيه بتاعتك يعني حالا بالا هنحققها لك مثلا يعني مثلا نكون انا الصباح الخاتم يجي من ربي باهي اللي يجي من ربي باهي راضين مساكين هم يبوا عيشه هنيه طبعا نهى تكلمنا كذا مره يعني جايها جوز الحمد لله رجل بسم الله ما شاء الله تقي الله وحتى لما يبي يتجوز من البنيات اللي عندي فتكلمت معاه فقال لي يا أبلة بالله عليك أنا نبي البنية اللي اغتصبت ونبي يعني نحصل الأجر هذا شرطه كان فتفاهموا الحمد لله هو بفضل الله سبحانه وتعالى قاعدين نجهزوا وأستاذ عبد الله بحجر طبعا بيقيم بالواجب الجواز هدايا شباب توار طرابلس ما شاء الله يعني وقفوا كل الشباب اللي يجونا للمنظمة وشباب من الظهرة شباب من بن عاشور لمدوا بعضهم جابوا مبلغ مالي نشكرهم طبعا لنهى تعرفي شادي بدي تذكري فيها بشنو بفيلم كنت نشوف فيه شفت الكات وومن أنا فرحانة بشبابنا الليبيين بسم الله ما شاء الله قديش حنان بصراحة يعني. إيه طيب أنا أكيد حابة نشكرك جدا شادية، أنا بصراحة لو فضل الله ولولاك أنت يعني. ما كناش شفنا الناس هاي وانتشلناها معي سامحيني من الكلمة بنقولها من المستنقع اللي كانوا فيه صراحة، فقلت لك يذكر فيها بفيلم كات وومن المرأة اللي كانت تنصر في المظلومين وكذا، فإن شاء الله يعني بجد يعني تكوني أنا قلت كذا مرة أنا ننوه ونقول احنا بحريه والحمد لله يعني فيما فات والان وتكلمت كذا مره اني نقول المراه الليبيه خط احمر لكل رجل في ليبيا قاضي وكيل نيابه وزير عميد عقيد اختها امها ليبي وكان نقول المراه الليبيه خط احمر ان شاء الله خطين باذن الله خطين حمر اي والله والنعم بالله طيب كده نشكرك مدام شادية بس ان اذان الجمعه خلاص كده نشكرك جزيل الشكر واي بنيه تكون عندها ماساه يسمعوا لها بس
وإحنا نزيد نقولوا للشؤون الاجتماعية ماناش إحنا واقفين ضدكم، ولكن يسمعوا لهالبنيات وإحنا نبوا نعاونوكم. طيب. وإحنا نشتغلوا منظمتي الحمد لله، يعني لا ننتموا لأي حزب ولا طيب. أي أجندة إلا منظمة خيرية يعني زي ما سمعنا اجتماعية. زي ما قلتي إنه لقيتوا أي بنت يتواصلوا معها وعن طريق منظمتكم أنتم، وإحنا أكيد ليبيا الوطنية نوهنا على رقم التليفون على استعداد كامل ان احنا نوضحه ان شاء الله باذن الله. اي حاله الله. اي حاله تحسي ان المجتمع لازم يشوفها ولازم أكيد. الحاله هي أكيد. الناس اللي وقعوا عليها أكيد. الضرر يكونوا عبره لغيرهم احنا واني ملوش عبير طبعا في مفات تكلمت الابله وقالت عبير لوحه صغارها ما لوحه صغارها عبير عبير عزت حتى في الشمالات لصغارها عزت في الحليب لصغارها الاولاد يرضع في حليب الكورنيش طبعا نعم. ابسط نعم. الامور حليب نعم. كورنيش قلت لك مرات نقعد حليب الكورنيش تم مسكينه تدير مية وسكر وانا فضلت انها تجي معاهم للمنظمه، انا فضلت عبير انها تجي معاها صغارها للمنظمه واحنا على تمام الاستعداد ان نقيموا طيب. بجميع شكرا جزيلا لك شادي شكرا جزيلا لك طبعا نهى نتمنى لك ايام حلوه وليلى اكيد نتمنى لها ربي يشفيك وتحقق امنيتك اللي تتمناها من قلبك شكرا جزيلا لك شادي مشاهدينا الكرام هنتواصل معكم ان شاء الله في كل جمعه على اي حاله باذن الله رقم الهاتف ايضا ممكن تقولي شادي قبل ما نختم 092 774 74 53 مرة ثانية معلش شادية 092 774 74 53 طيب مشاهدينا الكرام خلاص الأذان خلاص على الأبواب شكرا جزيلا لكم تقبلوا تحيات كل جروب صباح الخير يوم الجمعة ومنكم مني ليكم أنا إيمان مرسال ألف تحية وشكرا جزيلا لكم جمعتكم مباركة I'm not afraid to die.